مجمع أحواض أسماك أوكيناوا تشورومي، هو ثاني أكبر حوض أسماك في العالم، والذي يقع في اليابان، وقد وصل عدد الزوار لهذا الحوض إلى 20 مليون زائر في 30 من مارس 2010. يتكون من 4 طوابق من أحواض تحتوي على مخلوقات من أعماق البحار وأسماك القرش والمرجان وأسماك استوائية. تم وضع الأحواض على أرض حجمها 19,000 متر مربع، من مجموع قدره 77 حوض يحتوي على 10,000 متر مكعب من الماء. الحوض الرئيسي والذي يسمى كورشيو يحمل 7500 متر مكعب من الماء، محاط بلوحة زجاجية بكثافة 60 سنتيمتر، وهي الأضخم من نوعها في العالم عند افتتاح الحوض. وتحفظ الحيتان وأسماك القرش جنبا إلى جنب مع العديد من أنواع الأسماك الأخرى في الخزان الرئيسي، حيث يحمل الحوض 80 نوع من المرجان، ويعتبر هو واحد من عدد قليل من أحواض السمك التي تحافظ على الحيتان وأسماك القرش لكي تتناسل بشكل طبيعي.